كيفيه ماله؟ تايا الفريق القومي عبد الله خيرات، واحدة من أقوى مباريات في الشمال الإفريقي وخاصة في الشامبيونز ليج بين الترجي وقسنطينة الجزائري، بعد فضيعة الأهلي وخسارتها بخمسة لا شيء ضد صن داونز في جنوب إفريقيا، الكلام كثر أكثر على مباراة الترجي وقسنطينة، واحدة من أقوى مباريات في الشمال الإفريقي كيما قلت لكم بالضبط، مباراة تتصور منها كل شيء، أي سيناريو تتصور في المباراة هذه، اللي نتيجة المباراة باش تكون حاسمة، وقسنطينة لازم في ميدانها وفي أرضها على الأقل قدام جمهورها تخرج بتعادل ولا انتصار. دخول الترجي في المباراة كان رائع وقوي ياسر ونار. خمسة دقائق ضربة جزاء للترجي تحصل على إيطاليا ياسر الخنيسي بعد خطأ من بن عيادة يسجلها يوسف البلايلي، على الرغم من خراج الشوط الثاني جراء الإصابة كان ينجم يكون رجل المباراة، لكن رجل المباراة تنحكيو فيهم بعد اللي يدل إنه الترجي دخل حاضر المباراة اليوم. قسنطينة الشوط الأول كان غايب بطيء في الخروج بكرة، أخطاء دفاعية، عدة مشاكل اللي خليت قسنطينة شوط الأول غايب جملة واحدة. الترجي كان لعبه متوازن، وسط الميدان هو اللي حكم في زمام المباراة، وسط الميدان هو اللي ولع المباراة، هو اللي خلى الترجي حاضر اليوم. لكن في الكورة كل شيء يصير. الشوط الثاني الترجي في دخوله دقيقة ثانية من الشوط الثاني يسجل الهدف الثاني، بالهدف الثاني اللاعبين ترجي حسب ما ريت وحسب ما شفت استسهلوا شوية المباراة، استسهلوا ياسر مش شوية، اللي خلى قسنطينة تسجل تخليص الفارق بعد خطأ دفاعي نسميه مركاج موش موجود جملة واحدة، ثم يجي هدف التعادل واللي قلب زمام مباراة وخطأ أكثر جرينتا جوات قسنطينة. لكن في هذه المرحلة الخبرة تغلب الطموح. الترجي سجل الثالث بعد خطأ نفس الحكاية، خطأ دفاعي خطأ في المركاج، الترجي سجل هدف الثالث على طريق محمد علي اليعقوبي. خبرة السنين الترجي في افريقيا هي اللي حكمت مباراة اليوم، الوسط متاعها خاصة انه هو اللي صنع الفارق، كيف كيف مهاجمين متاع الترجي هما زاد صنعوا الفارق بمجهود الفردي بتاعهم على غرار انيس البدري، يوسف البليلي بعد ما خرج من الاصابة، حمد الهوني نفس الموضوع، لكن حمد الهوني كان حاضر كارول تكتيكي، لكن قدام الشبكة ما كانش موجود ياسر نفس الحكاية، هو طاهر ياسين الخنيسي، طاهر ياسين الخنيسي عمل لي عليه صنع الفارق، تعب مدافعين تاع قسنطينة اللي طلبوا عليه مدرب الترجي معين الشعبيني التكتيك عمله، لكن التسجيل هو اللي كان ينقص طاهر ياسين الخنيسي. نفس الحكاية لاعبين قسنطينة كانوا حاضرين الشوط الثاني خير من الشوط الأول، عارفوا كيفاش يصنعوا التوازن في المباراة، قلبوا نتيجة على الترجي، لكن خطأ صغير كلف قسنطينة هدف في دقائق، معناها نجم نقوله ترجي قاتت مباراة بالهدف هذاك. بالحق واحدة من أقوى مباريات اللي دارت اليوم في الشامبيونز ليج الإفريقي. أنت أبسط حاجة تلاحظ امتلاك الكورة، الفريقين 50-50، باش تفهم قوة المباراة. الترجي صنع الفارق بأخطاء فريق المنافس، ونفس الحكاية قسنطينة سجلت بأخطاء الفريق المنافس. مراجع المباراة في هذه المباراة هو غيلان الشعلاني، بدون كلام، بدون ما تناقش معايا، غيلان الشعلاني هو كان المفتاح اللي يربط بين الوسط والهجوم، بين الدفاع والهجوم، اللي اعطى اضافة كبيرة لوسط الترجي. قدش من كورة راو غيلان هو اللي ياخذ كورة وهو اللي يعطي التمريرة اللي للترجي ما كانت مسحقت لها طرح الرجاء، التمريرة اللي كانت تظهر مدافعين قسنطينة اللي خلوه مساحات كبيرة لاعبين ترجي، على الرغم انه كان المطلوب هو الحد من خطورة مهاجمين ترجي، لكن حد من خطورة سبب كثرة مساحات المهاجمين. اداء كبير من لاعبين ترجي، كيف اداء كبير مع بين قسنطينة، جرينتا كانت موجودة، لكن خبرة هي اللي تحكم لنا. انا وصلت لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتك، معلي تو كان نقول لك بسلامة ونشوفك في فيديو اخرى، في الامان. Je suis un gars de chez toi et tu soutiens pas. Allez, suicide-toi, je kick, j'encaisse.